اسكندريه منظر البرج الجميل جدا. انا حقيقه في اجازه عائليه جميله قوي، تحفه اسكندريه في الوقت ده، تحفه مش زحمه. الحقيقه عشان يعني نستقر في الوقت اللي احنا مستقرين فيه ده، اخذنا اجراءات معقده جدا عشان نأجر شقه ونلاقي شقه مناسبه حلوه والكلام ده كله، خدنا اجراءات كتير. واحنا بنأجر الشقه كانوا بيجمعوا علينا داتا، بيجمعوا علينا انفو، معقدة يعني يا جماعة الموضوع مش سهل. عشان اقعد في الشقة مثلا 3-4 ايام، اوكي، اخدوا الاي دي بتاعتي لسه عندهم الكلام ده، ودفع له فلوس كتير. مش معنى كده ان انا اتمكنت من الشقة، ودينا قاعدين ولازم نسلمها زي ما استلمناها، كلنا عارفين كل الاجراءات دي، مفيش مشكلة. اللي انا عايز اتكلم فيه دردشة عادية جدا هي لكل الاعمار، احنا ليه مش بنعمل كده مع الناس اللي بتدخل حياتنا؟ ليه ما بنجمعش داتا عنه؟ ده داخل حياتي، ده داخل قلبي، ليه ما بنجمعش عنه داتا؟ ليه ده من باب اولى؟ ليه ما اخدش ضمان ان هو زي ما دخل حياتي لو عايز يسيبها هيسيبها سليمه، هيسيب قلبي سليمه مش هيكسره؟ ليه ما اعرفش عنه كل حاجه؟ ليه لما نبتدي نتكلم في علاقه سواء رجاله او ستات، نتكلم في علاقه ارتباط، يعني مثلا وعد بالجواز، يعني برضو لسه مش جواز، الخطوبه عندنا وعد بالجواز، يتم يا ما يتمش، برضو ليه تاخد كل الصلاحيات وهي تاخد كل الصلاحيات واحنا لسه ما نعرفش اذا كنا نكمل مع بعضنا ولا لا؟ يعني انا كلامي لكل الاعمار، الناس اللي داخله في علاقه، لو سمحتوا اجمعوا داتا عن الاطراف الثانيه، لازم تعرفوا كل حاجه عنهم، لازم تعرفوا هم كواليفايد ان هم يفضلوا موجودين في حياتكم ولا لا، حياتكم هيقبلوها على نفس الوضع ولا لا. مفيش حد بيتغير عشان حد، دي صعب جدا، لازم تقبلوا حد زي ما انتوا، بس برضو لازم تعرفوا مين دول. مش نجمع داتا بالسوشيال ميديا، مش نجمع داتا بالزميله في الشغل او زميله في الكليه، it's not enough at all، ده مش كفايه. لازم ادرس الشخص اللي قدامي، لازم اتعامل معاه، اعرف اذا كان هل هو اتيتيوده مناسب ليا ولا لا، هل هو شخص سليم نفسيا ولا لا، هل هو شخص يعني هيتقبل حياتي زي ما هي ولا لا. هو سامبلي كده، دي يعني شروط بسيطة قوي، ان انا بس اعرف انا بتكلم مع انت. لما تتقدم الوظيفة لازم تحط الداتا بتاعتك كلها، تمام، وانت كمان لازم تعرف الداتا بتاعت الوظيفة دي هستفيد ايه عشان انا هدخل الوظيفة دي، الوظيفة دي هتستفيد منك في ايه. يا جماعة العلاقات اولى، العلاقات اولى. يعني انا بس بتكلم في الموضوع ده عشان صديقه عزيزه عليا قوي، هي بنتها بس مرتبطه بحد، كانت مرتبطه بحد كان قايل ان هو مولود في فرنسا وعايش في فرنسا وواخد الجنسيه الفرنسيه وبلا بلا 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 بلا، كل الحوارات دي كلها، ودارس بره ودارس جوه، والافلامات دي كلها مرتبطه بيه على اساس ان هي سمعت الداتا دي كلها. مامتها كانت مش واثقه بس مش مصدقه، بس خايفه ان هي تواجهها ان هي مش مصدقه. فانا اتكلمت معاها وتصدقت، وده خليني اتعرف عليها، اتعرف عليه. وانس ما قلت له اديني الداتا بتاعتك، وريني جنسيتك، وريني شهادتك اللي انت درست بيها هناك، معرفش يتكلم كلمتين على بعض، مفيش خلاص. في النهايه في حد اتكسر قلبه، في حد ضيع وقت في علاقه كانت احتمال تبقى احتمال تبقى لا. الصاحب يعني انا مش هلوم على الطرف الكذاب او الملاوع او كلام، انا هلوم على الطرف اللي سمح للشخص ده بدون اي تفاصيل ان هو يدخل حياته. صاحب الشقه اللي احنا قاعدين فيها لو فاتحها عمال على بطال بدون اي ضمانات، تخيلوا مين يدخل الشقه، مين يتمكن من الشقه، مين يسرق الشقه، مين ياجر الشقه لحساب حد تاني؟ يعني ده يعني it makes sense. فلازم اللي يدخل حياة حد لازم تلموا كل المعلومات عنه، لازم انتوا نفسكم تدي لنفسكم فترة عشان تقرروا هل هذا ينفع معايا ولا لا. مش بحبك يبقى خلاص اوكي انا معاك وانت معايا، لا، بحبك دي ايه؟ الكلام كتير يا جماعة، الكلام كتير، بس اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل عشاني ايه؟ اللي بيبذل عشاني ايه؟ عمل ايه؟ فسامحني كده لكل الاعمار، كلنا عايزين نحب ونتحب. السعاده لا تكتمل الا بوجود الطرف الثاني في حياتك. ربنا يسعدكم كلكم ويسعدنا كلنا.